هاري كين، ها نحن ذا، هكذا قال فابريزو رومانو. هاري كين يسافر إلى ألمانيا ويصبح لاعبا جديدا لنادي بايرن. 100 مليون يورو زائد 20 مليون يورو صفقة إضافة متفق عليها مع توتنهام. كين سيوقع صفقة 4 سنوات كلاعب لنادي بايرن. وصل الضوء الأخضر بعد محادثات إيجابية في وقت متأخر من الليل. التحاليل الطبية في ألمانيا محجوزة بالفعل. أسطورة توتنهام والآن مهاجم بايرن جديد تاريخ، الآن ستأخذ الألقاب يا هاري كين. أنا معجب صراحة بهذا اللاعب القناص الفتاك، إن شاء الله راح يكون خليفة الليفا، أو إن شاء الله راح يكون حتى أفضل من الليفا لأنه بافاري. سلام، أعطونا رأيكم فيها.